دجاج محشي فريك معانا فرخة كاملة ومنضفينها طبعا مغسولة كويس، معانا بصلتين مبشورين، معلقتين كبار زيت، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة ثوم بودرة، معلقة صغيرة قرفة بودرة، رشة جوزة الطيب، ملح، فلفل اسود. لحشوة الفريك بقى معانا كوبايتين فريك مغسول ومنقوع لمدة ساعة على الأقل ومتصفي، معانا بصلة مفرومة متشوحة لون ذهبي فاتح، عودين كرفس مفروم، معلقة كبيرة ثوم مفروم، 3 معالق كبار زيت أو سمنة، مرقة حسب الاحتياج، 3 ورقات لورا ويفضل يبقوا كبار كده عشان تعرفوا تطلعوهم بعد كده، ومعانا 3 فصوص مستكة، ومعلقة صغيرة كزبرة جافة، معلقة صغيرة قرفة بودرة، رشة حبهان بودرة، ورشة جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا اول حاجة هنجيب الفرخة ونتبلها ونسيبها على جنب. تمام، الفريك بيبقى افضل من الرز لانه مش بيرفع معانا سكر الدم، لانه بيبقى مليان الياف فبالتالي مش بيرفع معانا سكر الدم. خلينا بقى نحط التتبيلة كده علشان نبتدي ان احنا نتبل الفرخة كويس. في القالب اللي احنا اصلا هندخله الفرن انا بعمل ايه؟ ببتدي ان انا احط الحاجة كلها فيها كده، كل حاجة مع بعض زي ما احنا شايفين كده، مش هنحتاج نوسخ حاجات كتير خالص. ومعايا البصلة، احط بقى الملح والفلفل، واللي عايز يفضل كمان الزيت، اللي يفضل كمان ان هو يحط بودرة بصل ينفع للي يحب. تمام، ملح وفلفل. هنبتدي طبعا ان احنا ندعك كل ده في بعض كده حلو. يفضل ستات البيوت يلبسوا جوانتي لما يشتغلوا بالبصل عشان متبقاش ريحة ايديهم كلها بصل طول الوقت، لان ده بيضايق جدا 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 الستات المتجوزة، جوازتها تتضايق جدا من الموضوع ده، وممكن ايه ما يقولوش، فايه نراعي الموضوع ده، ما بيطلعش من ايد بسهولة. فجوانتي بس في شغل ايه الحاجات اللي بيبقى فيها بصل كتير. هنتبل طبعا الفرخة كويس جدا بالشكل ده. تمام، من فوق من تحت من الجوانب من جوه، طبعا متنظفة كويس بليمون ملح، ما الليمون والملح احسن حاجة. تمام، دي بتتساب زي ما هي كده خلاص في التلاجة يوم، يعني احنا نعملها النهاردة تبقى جاهزة لبكرة عشان يبقى طعمها احسن كتير معانا. بسيبها بقى دي كده على جنب ونعمل الحشوة. للحشوة هنبتدي ان احنا نحط بقى كل الحاجات اللي قلنا عليها دي. الاول الزيت، ننزل عليه بالثوم، عندنا بعد كده طبعا احنا لو البصل مش مشوحينه من الاول يبقى نشوحه دلوقتي. طيب التومة بس عشان ننزل بقية الحاجات، معايا البصلة لو مش متحمرة كده هنحمرها لون الذهبي دوت، بس انا دايما باخد من البرطمان بقى اللي في التلاجة زي ما اتفقنا. بنحط بقى عليها كمان المستكة، ونحط بقى بقية كل الحاجات التانية، الكرفس، كرات، توابل، كل حاجة بنحطها. تمام، بنبتدي نشوحها بالطريقة دي، ونظبط ملح وفلفل. بديها تشويحة حلوة، وبعدين ببتدي بقى انزل عليها المرقة او مية حسب اللي موجود عندكم. حبة صغيرين، هستنى انها تشرب، انا عايزاها تستوي معايا نص سوا، يعني لازم نسيبها تغلي كده ونغطيها ونستنى لغاية ما تشرب معايا وتستوي
نص سوا، مهم جدا. تمام. طيب تم دوت خلاص، هنعمل ايه بقى؟ لحظة واحدة، نجيب اللي هي المستوية معانا دي، مستوية معانا نص سوا خلاص، نبتدي بقى نحشي بيها الفرخ. الفرن نكون مشغلينه على 200. هنجيب بقى فرختنا الجميلة اللي ايه المفروض ان احنا سايبينها في تتبيلتها في التلاجة طبعا. ونبتدي ان احنا نحشيها. هناخد بقى كده ونبتدي ان احنا نحشي من جوه كويس. الباقي بقى بنسويه حلو وبيتقدم تحتها عليه مكسرات، بيبقى تحفة تحفة. يعني بناخد على قد ما نحشي الفرخة والباقي بنسويه عادي جدا، نكمل نسويه عادي جدا وايه ونقدمه تحت الفرخة بالمكسرات، بيبقى جميل جدا جدا. تمام. بدخل الفرخة الفرن على 200، مهم قوي على 200. ليه؟ علشان انا عايزاها تاخد شوك، مش عايزاها تنزل معايا ميه. خدها كده ودخلها. اللي عايز يقفل رجلها طبعا يقفل. شوك الاول على 200، بعد كده بغلفها بالفويل ووطي الحراره لغايه ما تستوي معايا. باجي في اخر 3 دقايق بس بروح ايه، ممكن شوية عسل ابيض وشوية صلصة على الوش، يدوني جليز شكله تحفة تحفة، لمعة جميلة كده وايه تشميعة حلوة جدا خلاص. وبعد كده تتقدم. بكده احنا خلصنا وصفة متكاملة. احنا معانا الفرخة، البروتين معانا، النشويات تتقدم من تحتها بشكلها جميل جدا زي ما قلت. معلقه صلصه بمعلقه عسل ابيض، رشه ملح وفلفل، تدهنوا بيها الفرخه قبل طلوعها بثلاث دقايق على الشوايه كده، تديها لون حلو قوي وتسكيره لذيذه جدا وكرمله كده وبس، ويتقدم على بقيه الفريك بالمكسرات بالشكل ده.